يا رب، من يفتح هذا المقطع أن ترزقه بعدد حبات الأمطار حين تصب، واجمعه مع من يحب، وهون عليه كل صعب، واجعل أيامه كلها عيد، وعامه سعيد، واجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل أعيننا تدمع من خشياك، واجعل يا الله، واجعلنا يا الله من أهل التقوى والصلاح وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الغنى والتقى والعفاف والرضا. يا رب أرزق كل محروم الذرية الصالحة، وأرزق كل شاب الزوجة الصالحة، وكل بنت محروم الزوج الصالح. ويا رب أن تشفي كل مريض يعاني، وأن تخلص كل مسحور مما به، وأن تصلح أبناؤنا وبناتنا. اللهم اجعل كل من يسمع ويرى ويرسل هذا المقطع في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين.